السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، معاكم مستر حسن البنا. بنتكلم النهارده مع بعض عن الدرس الثاني في التاريخ، وهو درس مصر، شخصيات وأحداث من العصر الروماني في مصر. بنبدأ مع بعض نعرف إزاي الدولة الرومانية جت في مصر. إن إحنا قلنا قبل كده مع بعض وإحنا بنشرح درس البطالمة، قلنا إن في عندنا معركة اسمها معركة أكتيوم البحرية، اللي خسرت فيها كليوباترا ومعاها انطونيوس. بعد معركه اكتيوم البحريه سنه 31 قبل الميلاد اصبحت مصر، جاء اوكتافيوس واصبحت مصر، جه لمصر سنه 30 قبل الميلاد. وزي ما احنا عارفين مع بعض يا شباب ان تاريخ قبل الميلاد بيتقسم او بننزل لتحت، يعني لو 30 بعد كده يبقى 1 يبقى ساعه 29، لو المعركه 31 بعد كده بننزل 30 لغايه ما نوصل للتاريخ اللي هو سنه 1 ميلاديه او تاريخ ميلاد المسيح عليه السلام. طيب بعد ما كليوباترا خسرت وهي وانطونيوس في معركه اكتيوم البحريه سنه 31، اوكتافيوس جه مصر ومعاه الجيش بتاعه سنه 30 قبل الميلاد، وبدا اوكتافيوس ان هو خلى مصر او سيطر على مصر وخلى مصر تبقى ولايه رومانيه. يعني كده مصر اصبحت ولايه رومانيه. طب الدوله الرومانيه دي مكانها فين؟ كانت موجوده فين؟ كانت موجوده في حته دلوقتي اللي هي اسمها ايطاليا، وكان العاصمه بتاعتها اسمها روما. والدوله الرومانيه دي كانت الدولة دي كانت كبيرة جدا وكانت قوية جدا، وظهرت أثناء لما كانت دولة البطالمة دولة ضعيفة. عشان كده الدولة الرومانية حاولت إنها تسيطر على مصر، وفعلا نجحت الدولة الرومانية تسيطر على مصر عن طريق القائد اللي اسمه أوكتافيوس اللي كسب كليوباترا وأنطونيوس في معركة أكتيوم البحرية سنة 31. طب بكده يا شباب إحنا عرفنا إن مصر أصبحت ولاية رومانية، يعني أصبحت جزء من الدولة الرومانية الكبيرة. أشهر واحد بقى في الدولة الرومانية عندنا اللي هو الأول واحد عندنا اللي هو الملك أوكتافيوس، اللي إحنا بنسميه أغسطس قيصر، وكلمة قيصر دي يعني ده لقب بيطلق على الملك، زي ما بنقول كده عندنا ملك فلان، هو كلمة قيصر ده بيطلق على الملك اللي بيمسك الدولة الرومانية، فأوكتافيوس غير اسمه وسمى نفسه أغسطس قيصر، أو نقدر نقول إن هو الراجل ده خلاص لما أصبح ملك للدولة الرومانية قرر إن هو يغير اسمه خالص. خلى اسمه اغسطس، دلع نفسه، غير اسمه وسمى نفسه اوكتافيوس، وسمى نفسه اغسطس، دلع نفسه وغير اسمه وسمى نفسه ايه؟ اغسطس، ما بقاش اسمه اوكتافيوس. عمل ايه اغسطس؟ بعد ما مات يوليوس قيصر في الدوله الرومانيه بقى اصبح هو الامبراطور في الدوله الرومانيه، اصبح هو الملك بتاع الدوله الرومانيه، ودي صوره اوكتافيوس معانا يا شباب. طيب خلاص، عمل ايه اوكتافيوس بقى؟ اول ما مسك أو أول ما مسك الدولة المصرية أو أول ما مسك المصريين بدأ يظهر احترامه لعقائد المصريين. مش بس كده، ده بدأ كمان يروح يقدم القرابين للمعبودات المصرية، إن هو المصريين القدماء كانوا بيقدموا القربان، والقربان ده ممكن يكون أي حاجة، ممكن يكون أكل، ممكن يكون طعام، كانوا بيقدموه للإله اللي هما بيعبدوه، فبدأ أوكتافيوس أول ما دخل مصر عايز يخلي المصريين يحترموه، عايز يخلي المصريين يحبوه، فأظهر إن هو بيحترم الديانات بتاعت المصريين أو العقائد بتاعت المصريين. مش بس كده، ده قدم القرابين كمان للمعبودات المصرية. تاني حاجة عملها أوكتافيوس إن هو بدأ بعد كده يبدأ يهتم بالزراعة في مصر. يبدأ يهتم بالزراعة في مصر وبدأ يطور الري ويعمل بذور ويطور الري في مصر. ليه؟ عشان مصر ساعتها كانت دولة زراعية ومصر ساعتها كانت دولة غنية. فأوكتافيوس كان بيعتبر مصر إن هي اللي بتبعت الأكل لروما، وقلنا روما دي مع بعض اللي هي عاصمة الدولة الرومانية. لما أوكتافيوس كان بيطور الزراعة في مصر عشان دايما هم كانوا بيحتاجوا مصر في الأكل، وكانوا بيحتاجوا مصر في الزراعة، عشان كده أوكتافيوس اهتم بالزراعة عشان مصر كانت بتنتج زراعة القمح، لدرجة إن هم كانوا بيبعتوا القمح ده لروما، وكانوا في روما بيسموه اسم الشحنة السعيدة، اسم الشحنة الإيه؟ السعيدة. يبقى أوكتافيوس عمل حاجتين مع بعض، احترم عقائد المصريين، قدم القرابين للآلهة المعبودات المصرية، اهتم بالزراعة وعمل قصور واهتم بشؤون الري. بعد كده يجي الدور اللي بعده، الملك اللي بعده اللي هو اسمه قسطنطين الأول. عرف باسم قسطنطين العظيم، وبيعتبر مجيء قسطنطين ده يا جماعة أو قسطنطين الأول ده تاريخ مهم جدا في حياة الديانة المسيحية. هنا الديانة المسيحية ظهرت وبدأت تنتشر، فبيعتبر حياة قسطنطين أو وجود قسطنطين في حكم الدولة الرومانية تاريخ فاصل أو تاريخ مهم في حياة المسيحيين. ليه؟ لأنه أصدر مرسوم سنة 313 ميلادية سميناه باسم مرسوم ميلان، سميناه باسم مرسوم إيه؟ ميلان. أعلن فيه إن هو
بيضطهد المسلمين، لان طبعا الرومان كانوا بيعبدوا عباده الاوثان، كانوا بيعبدوا عباده مختلفه شويه عن بيعبدوا زي الاصنام كده، بيعبدوا تماثيل وحاجات زي كده. فجاءوا الرومان اول ما ظهرت المسيحيه كانوا بيعبدوا المسلمين، بيعذبوهم، بيضطهدوا المسيحيين، وكلمه اضطهاد يعني تعذيب المسلمين. لما جه قسطنطين عمل مصدوم مرسوم سنه 313 بالغاء العقوبات المفروضه على من يعترض المسيحيه. مش بس كده، ده اعترف كمان بوجود الديانه المسيحيه، اعترف ان في حاجه اسمها الديانه المسيحيه. وبقى كمان سمح بعباده الديانه المسيحيه، اللي عايز يكون مسيحي يكون مسيحي، الى جانب العباده الوثنيه. وبكده بعصر قسطنطين الاول انتهى عصر اضطهاد الدوله المسيحيه او عصر اضطهاد المسيحيين. يبقى قسطنطين عمل مرسوم اسمه مرسوم ايه يا شباب؟ اسمه مرسوم ميلان سنه 313 ميلاديه. وعن طريق المرسوم ده اعترف بالمسيحيه الى جانب الوثنيه، اللي عايز يكون مسيحي يكون، واللي عايز يعبد الاوثان يعبدها. وبكده انتهى عصر اضطهاد او عصر تعذيب المسيحيين. طيب تاني حاجه عملها ان هو لما كان الملوك الرومان بيعذبوا المسيحيين كان بياخدوا الاموال بتاعتهم اللي بياخدوها ويصدروها، يعني كان بيخش الكنائس وبيخش ويدوروا على الاموال اللي فيها وياخدوا الاموال اللي فيها. فمين كان بيعمل كده؟ الملوك الرومان. لما جه قسطنطين رجع املاك الكنيسه المصادره، الاموال اللي خدوها من الكنيسه الملوك اللي قبله لما خدوا الاموال دي من الكنيسه، قسطنطين الاول رجعها تاني. عشان كده بنعتبر وجود قسطنطين الاول تاريخ فاصل في حياه المسيحيين، لانه اعترف بالديانه المسيحيه. طيب الرومان سابوا لنا ايه في مصر؟ او عملوا لنا ايه في مصر؟ اول حاجه الرومان عملوها لنا في مصر هو حصن بابليون. الرومان عملوا حصن، والحصن ده بتاع عباره عن مكان سوره عالي جدا. الحصن ده عملوه عشان يكون في وسط مصر، في مصر القديمه دلوقتي، عشان يكون وسط بين البرج الهندي والبرج البحري. فبالتالي لما المصريين يبداوا يعملوا ثورات يقدروا الرومان يسيطروا على اي ثوره يعملها المصريين. يبقى الحصن ده مكان كبير كده متحصن، بيبقى موجود فيه الجيش الروماني موجود في وسط مصر، بيجمع بين المكان بين الوجه الهندي والوجه البحري. لو المصريين فكروا ان هم يعملوا ثورات يقدروا الرومان يسيطروا على هذه الثورات. ادي اول حاجه سووها لنا الرومان في مصر. تاني حاجه سووها لنا الرومان في مصر هو عمود السواري. عمود السواري ده زي العمود زي السور اللي احنا شايفينها مع بعض، ده موجود في محافظه الاسكندريه. عمود السواري ده بيعتبر اعلى نصب تذكاري في العالم. شايفين العمود ده كان عباره عن نصب تذكاري، معمول كانه تذكار ملك من الملوك بتوع الرومان هو اللي عمله، كانه تذكار لملك معين، موجود في محافظه الاسكندريه. فعشان كده بنعتبره هو اعلى نصب تذكاري في العالم. ثالث حاجه عملها لنا الرومان معبد اسمه معبد الراس السوداء، اللي انتم شايفينه في الصوره قدامكم ده. معبد الراس السوداء ده كان مكون من دورين، الدور الاول للعباده والدور الثاني للسكن. يبقى المعبد ده معمول دورين او طابقين، الطابق الاول للعباده والطابق الثاني ده للسكن. رابع حاجه عملها الرومان هو المسرح الروماني. الرومان عملوا مسرح في مدينه الاسكندريه، والمسرح ده كان الرومان بيحتفلوا فيه بالاعياد بتاعتهم، وكانوا بيحتفلوا فيه باعياد الامبراطور او باعياد الملك اللي كان ماسكهم الفتره دي. كمان الرومان كانوا متقدمين جدا يا جماعه في الفنون، لان الناس دي وصلت لمرحله كبيره جدا في الفنون، لدرجه ان هم كانوا استعملوا الاواني الفخاريه والحجريه، وكمان كان في تمثال مشهور جدا هم كانوا بيدل على ان الناس دي كانوا متقدمين في الفنون، اسمه تمثال الامبراطور هارديان، تمثال الامبراطور هارديان، ده دليل على ان الناس دي كانوا متقدمين في الفنون. طيب تعالوا نشوف مع بعض ايه تاني عملوا الرومان، او ازاي الدوله الرومانيه دي انهارت في مصر. اول حاجه الرومان لما كانوا بيحكموا مصر كانوا بيعاملوا المصريين او حاربوا المصريين بان هم يشتركوا في حكم بلدهم. منعوا المصريين ان هم يكونوا موجودين معاهم في الحكم، منعين المصريين ان هم يمسكوا اي مناصب او اي حاجه يقدروا يحكموا بيها بلدهم. تاني حاجه المصريين الرومان كمان عاملوا المصريين معامله سيئه، كانوا بيعاملوا المصريين على انهم خدم ليهم، بيعاملوا المصريين على انهم بيخدموهم. عشان كده المصريين بداوا يحصل كراهيه المصريين لهم. ثالث حاجه الرومان كانوا بيعملوا اضطهاد ديني للمصريين، يعني كانوا بيعذبوا المصريين، ما كانوش بيخلوا المصريين يمارسوا دينهم زي ما هم عايزين. رابع حاجه الرومان فرضوا على المصريين كثير من الضرائب او انواع متعدده من الضرائب. عشان كده المصريين بداوا يعملوا ثورات ضد الرومان. اشهر ثوره اتعملت او عملها المصريين ضد الرومان اسمها ثوره الرعاه، وثوره الرعاه دي قامت في الدلتا. والرعاه دي الثوره دي المصريين اللي عملوها عشان يقدروا يدافعوا عن حقهم
اساء منعوا المصريين ان هم يشتركوا في حكم بلادهم. اساء الرومان معامله المصريين، وبدا يعامل المصريين على انهم خدم ليهم، عشان كده المصريين بداوا يكرهوه، بدا يعمل الاضطهاد الديني، ان هم بداوا يعذبوا المصريين وما يخلوهمش يمارسوا الدين بتاعهم بالحريه. كمان الرومان فرضوا على المصريين ضرائب، فالمصريين عملوا ايه بتدريج الكلام ده الاربع حاجات دول؟ المصريين عملوا ثوره ضد الرومان زي ثوره اسمها ثوره الرعاة، ودي قامت عشان المصريين بيطالبوا حقهم، وبكده يبقى انتهى الدرس بتاعنا وانتهى الحكم الروماني في مصر، وكده احنا خلصنا الدرس وعرفنا ان ازاي انهار الحكم الروماني في مصر. تمام؟